صديقي العزيز، كل ما بحاول افتكر موضوع ان كاس الامم الافريقيه بتتلعب في نص موسم وبتفرج على مباراه المنتخب السنغال، باجي على طول متذكر ان احنا بنلعب في نص موسم والحمل البدني على اللعيبه مخليهم حرفيا مش قادرين يمشوا جوه الملعب، مهما كانوا لعيبه افارقه متمرسين للعب في افريقيا. بس بصراحه الشهاده لله، منتخب السنغال متاثر جدا 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 بالتوقيت السهل للبطوله، لانك لو بصيت هتلاقي الفرقه كلها محترفين، بدايه من ادوارد مندي حارس تشيلسي للاثنين مساكين اللي قدامه، كولوبالي نابولي المساك اللي جنبه، عبده ديالو لاعب باريس سان جيرمان، هتلاقي كده على الطرف الشمال هتلاقي صار ده البديل بتاع الفوسو ديفيس في بايرن ميونخ. فلو انت بتتكلم على بايرن ميونخ، تشيلسي، باريس سان جيرمان، نابولي في خط الدفاع، وسيسي هندور على السي ده نشوفه بيلعب فين. سيسي ده بيلعب في نانسي الفرنسي، يعني غلبان بالنسبه له. خط النص عندك ميندي، ميندي ده هو الوحيد اللي قادر يقعد ويلفورد نديدي في ليستر سيتي دكه، عنده دريسا جاي، عنده جاي ودريسا جاي، واحد بيلعب في مارسيليا والتاني بيلعب في باريس سان جيرمان، يعني عندك خط نص حرفيا اللي هو مفترض ان احنا جايين نسيطر على الكوره وهنلعب وان سايد جيم على اي حد. قدام طبعا في ساديو ماني، في دي هودو، دي بص هو اسمه غريب كده، فمارا دي هو دي، بص هو فمارا وخلاص. على الطرف دايا، وده برضو لعيب يعني مفترض ان هو بيلعب في فياريال، يعني انت بتتكلم على اسامي كبيره جدا، سكواد اتقل سكواد في البطوله بالنسبه لنا، منتخب السنغال اتقل سكواد في البطوله، منتخب السنغال حتى الان ما قدمش ب2 جنيه كوره، يعني انت بتلعب ضد كاب فيردي او الراس الاخضر، اطرد منهم لعيب بتاع نص الملعب اللي هو اندرادي في اول ثلث ساعه، يعني انت بتلعب مع كل الاسامي دي مع فرقه مطلوب منها لاعب في اول ثلث ساعه، ومع ذلك مالكش اي ملامح خطوره، هو يا دوبك بس واحنا بنسنتر ساديو ماني شجت في العارضه. بعد الطرد بقى حنينين احنا على منتخب راس الاخضر ليه؟ كده كده هنكسب اللي هو. طب بالنسبه للناس اللي جايه تستمتع، لا يا باشا تروح السيركل، اللي هو احنا مش جايين هنا نقدم في البطوله دي كوره جميله، احنا جايين هنا نقدم عته، نقدم مباريات تندم انك قاعد بتضيع وقتك عليها، مباريات كده تحس ان انت لو جيت تتفرج عليها تاني هتبقى جاي وعامل حسابك ان انت مش جاي تتفرج على كوره. بس بصراحه هي كلها نسخه للنسيان. عشان يجي الشوط الثاني ونشوف يا جماعه ساديو ماني هيجيب الجون امتى ونخلص ونقفل بقى على خير. نلاقي ان في كره طويله، ساديو ماني دخل وفوسينها دخل فيه، ونقعد كلنا نبقى حاطين ايدينا على دماغنا وخايفين على الاثنين، لان موضوع ارتجاج دلوقتي بقى منتشر جدا، وفي الكرات العاليه اللعيبه بقى اساسا بقت بتخاف وبقت بتقلب الموضوع الدخلات الجامده، فهم الاثنين دخلوا في بعض جامد. فمهدي عبيد حكم الفار قال للحكم تعالى تعالى تعالى، الحارس بتاع كاف فيردي عامل تدخل غشيم على ساديو ماني، اللي هو مفترض دخل في ساديو ماني من هنا، يعني انا استغربت بصراحه ان ساديو ماني قام كمل اللقاء، الحارس اللي هو حرفيا كان قايم مدروخ اللي هو مش عارف احنا فين، فقال لك يتغير. قبل ما يتغير مهدي عبيد قال له تعالى، قبل ما يغيروه تعالى اطرده. ليه؟ هو اخر لاعب في الملعب، وتقريبا كده اخر لاعب في الملعب، طالما الكوره من بره يبقى طرد مباشر. احنا خلاص موضوع الحارس ده احنا ما بنعملوش ان هو حارس اول ما طلع بره منطقه الجزاء، هو دخل على ساديو ماني نعتبر ان هو لاعب، يعني دي لو لاعب هيطرد، لاعب هيطرد، اخر لاعب في الملعب تقريبا بيبقى في القانون اللي هو منع فرصه محققه للتسجيل، فطرد كارت احمر تاني. 9 لعيبه هم بقى نخلص الماتش على خير؟ لا ما نخلص الماتش على خير، ليه؟ لازم الدنيا تعقرب بالنسبه لمنتخب السنغال. منتخب السنغال سجل هدف اول لساديو ماني، هدف كان فيه شبهه ان الكره فاول على لعيبه منتخب السنغال لان في فاول اتعمل في منطقه الجزاء، بس هل الفاول ده اثر على اللعبه ولا ما اثرش؟ صراحه ما اعرفش، بس بالنسبه لنا يعني بالنسبه لي فاول، مع احترامي يعني ان انا بحب ساديو كارثيه، بالنسبه لي انا فاول، علشان خاطر نشوف منتخب الراس الاخضر لا حول لي ولا قوه، 9 لعيبه قدام 11 لعيب من افضل اللعيبه الموجودين في قاره افريقيا، فانت بتعاني ومش عارف هتعمل ايه قدام المنتخب السنغالي، علشان لعيبه الراس الاخضر كل ما يحاولوا ان هم يطلعوا يعملوا حالات هجوميه يكتشفوا ان هم 9 لعيبه فيجوا راجعين لورا علشان خاطر ما يبصوش الهدف الثاني، وفضلنا هلم جرع على الوضع ده حوالي نص ساعه، لحد ما لقينا ان اخيرا لعيبه الراس الاخضر قررت ان هي تهاجم. الكلام ده طبعا كله بعد ما ساديو ماني ما طلع، لان ساديو ماني بعد ما سجل الهدف قال لك انا الدنيا بتلف بيا عايز اغير. طب ما كنت غيرت من الاول، لا اقعد بقى عشان اسجل هدف. سجلنا الهدف، ساديو ماني طلع، زي ما قلت لك نص ساعه كانت سيئه جدا بالنسبه لاي حد جاي يتفرج على كوره، لحد ما بيقدر احمد ديانج يسجل هدف الثاني للمنتخب السنغالي ويعمل افضل حاجه حصلت النهارده وهي الرقصه بتاعته. ده بالنسبه لي افضل حاجه حصلت النهارده، مش كوره ولا كلام، انا جاي اتفرج على لعيبه بترقص بس، اللي هو كانوا واقفين يرقصوا رقصه حلوه بتاعت الهدف الثاني، انما ككره جميله وكمباراه مثيره، ولا كانت كره جميله ولا مباراه مثيره. هو منتخب السنغال حتى الان واخدها بالاسامي، بالاسامي منتخب السنغال بيوصل دور الثمانيه، هيجي يلعب معانا كوره بقى امتى؟ الله اعلم.
بس هل متاح بالسنغال استحق ان هو يخرج؟ والله حتى الان مفيش حد لعب مباراه متزنه قدام منتخب السنغال تخليك تقول ان السنغال كسبت مباراه لا تستحقها. بس منتخب السنغال اللي انا متاكد منه ان النسخه دي مستحيل اقابلها في كاس العالم، فان انا اقعد احكم على النسخه دي في تصفيات كاس العالم تبقى عامله ازاي، يبقى ده معناه ان انا احكم بكره على مستوى منتخب مصر ان تصفيات كاس العالم هيبقوا عاملين ازاي. فعزيزي ما تحكمش على اي منتخب يقدم كره دلوقتي في البطوله دي، لان يعني البطوله دي توقيتها اساسا مش بيساعد اي حد ان هو يقدم فيها كوره. فما تحكمش على اي فرقه وما تقولش ان الفرقه دي في تصفيات كاس العالم هتكون عامله ازاي. تذكر ان البطوله دي غير ماتشين كاس العالم. تذكر ان نفعت الذكرى بالنسبه لنا. تذكر ان الموضوع ملوش علاقه بتصفيات كاس العالم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فالله رايك واحترم، احنا ما اتفرجناش على كوره خالص، جت على 5 دقايق بتاعك، اعتبرهم الوقت الضايع يا اخي.